فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. صلى الله عليكم. قال: وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو أنه قال: من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. فقد يحمل هذا على التشبه المطلق. نعم، حديث عبد الله بن عمرو: من بنى بأرض المشركين، يعني سكن، وصنع نيروزهم ومهرجانهم، وهما عيدان للكفار، عيد النيروز ويكون في أول فصل الخريف، وعيد المهرجان ويكون في أول فصل الربيع. النيروز والمهرجان يومان من أيام أهل الجاهلية ومن أيام الفرس والأعاجم، يصنعون فيهما عيدا لهم، ولا يجوز التشبه بهم في أعيادهم. وقد جعل الله للمسلمين عيدين عظيمين: عيد الفطر بعد أداء ركن الإسلام وهو صيام رمضان، وعيد الأضحى بعد أداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة، والذي أنزل الله قبله بيوم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة: فوجد أهل المدينة يحتفلون بالنيروز والمهرجان، قال: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذان العيدان العظيمان اللذان فيهما عبادات عظيمة لله عز وجل. هذا هو الإسلام، قد أغنانا الله حتى عن أعيادهم، فجعل لنا عيدين شريفين نظهر فيهما الفرح المباح بنعمة الله عز وجل، ونتوسع فيهما في الأكل والشرب وما أحل الله لنا، وفي هذا غنى عن أعياد المشركين والأعاجم والكفار التي ليس فيها إلا الضرر والشرك والبدع والشرور واللهو واللعب. فالإسلام غني بتشريعاته، حتى في الأعياد غني عن أعياد الكفار وعن أمور الكفار، فلله الحمد والمنة على ما أنعم. هذا معنى ما صنع نيروزهم ومهرجانهم. وكان معهم حتى يموت، يعني استمر في بلادهم ومشاركتهم في أعيادهم البدعية، حشر معهم يوم القيامة. وهذا وعيد شديد أنه مسلم ويحشر مع الكفار. لماذا؟ لأنه سكن معهم وعاش معهم في الدنيا ولم يفارقهم، فعاقبه الله عز وجل بأن حشره معهم يوم القيامة في الهوان والعذاب. وهذا وعيد شديد يدل، ولهذا أوجب الله الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بالدين، ونهى أن يقيم المسلم بين ظهراني المشركين. تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين وهو يقدر على الهجرة،